تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، فلسطين تتعادل مع كوريا، القوة الناعمة الفلسطينية. كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك 2026. دلوقتي تصفيات آسيا للوصول إلى كأس العالم 26. فلسطين لعبت مباراة مع كوريا الجنوبية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، 50,000 متفرج في الملعب. أدى منتخب فلسطين أداء قوي جدا، وكاد أن يفوز في نهاية المباراة على كوريا الجنوبية، رغم أن المباراة على أرض كوريا الجنوبية وبين الجمهور الكوري، لكن النتيجة انتهت بالتعادل بين منتخب فلسطين ومنتخب كوريا الجنوبية. دي مش مجرد مباراة، وأيا كانت النتيجة مش كلامنا دلوقتي على النتيجة، إنما على إنه فلسطين مش مكان للحرب والدم والقتل كما تريد إسرائيل أن تظهر صورة فلسطين. فلسطين دولة لها تاريخ عريق، لها حضارة، لها واقع مميز عبر نخب ثقافية عديدة. فلسطين أنجبت شعراء بوزن محمود درويش، مفكرين عالميين بوزن إدوارد سعيد، شخصيات مميزة في كل مجال حول العالم داخل وخارج فلسطين. اللي إسرائيل تهدف إليه إن ميبقاش فيه شعب فلسطيني أو مجتمع فلسطيني طبيعي. لما تقول فلسطين يبقى الحرب والدم، لكن فلسطين كثقافة، كأدب، شعر، رواية، موسيقى، علم، معرفة. مش عايزين هذه الصورة، مش عايزين صورة شعب طبيعي عنده حضارة طبيعية وثقافة طبيعية. عايزين إلغاء التاريخ وإلغاء التراث وإلغاء الثقافة. عشان كده لما بتظهر فلسطين كدولة طبيعية في العالم بيكون ده نوع من الانكسار الحضاري للمشروع الصهيوني في مواجهة فلسطين، والانتصار الحضاري لمشروع الدولة الفلسطينية في مواجهة التطرف الإسرائيلي. بمعنى لما العالم بيشوف فلسطين وهي بتلعب في مباراة، منتخب فلسطين بيلعب في مباراة دولية لكرة القدم، يشوف طلاب فلسطينيين في مسابقات دولية، يشوف مفكرين وأكاديميين فلسطينيين حول العالم انتمائهم لفلسطين والقضية الفلسطينية، يشوف فرقة موسيقية فلسطينية، فرقة مسرحية فلسطينية، فيلم سينمائي فلسطيني، جائزة أدبية تمنح لأديب فلسطيني. كل ده بيضايق جدا الطرف الآخر اللي مش عايز يسمع كلمة فلسطين، إلا عايز يوصمها بالإرهاب أو متعلقة بالموت والدم. إنما فلسطين المتعلقة بالحياة، بالنجاح، بالحضور، بالإطار الطبيعي للعالم المعاصر، لا يريد فلسطين الطبيعية. لا فلسطين بتلعب في كأس العالم أو في تصفيات آسيا لكأس العالم، ولا فلسطين في أي مهرجان في أوروبا أو خارج أوروبا تظهر فيه فلسطين كدولة طبيعية لها حضور طبيعي. رغم الكارثة الكبيرة جدا المتمثلة في الحرب العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنه بالمقابل في انتصارات هتظهر أثرها أو هيظهر أثرها بعد فترة. عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعاطف الشبابي، مش التعاطف الرسمي، الرسمي محدود وإن كان موجودا، إنما التعاطف الشبابي الأجيال الجديدة في الغرب وتعاطفها مع الحق الفلسطيني. مكاسب كتيرة هتبان ممكن في المدى الوسيط أو المدى البعيد. مش كل ما جرى خسائر، في أبعاد لا شك إنها إيجابية متعلقة بإحياء القضية الفلسطينية في الضمير العالمي، إن جيل جديد في العالم من طلاب الجامعات يعرف حجم الظلم لشعب تم احتلاله وتم تخريب حياته وتمزيق أوصاله والسطو على أرضه منذ عشرات السنين.
وبالتالي واحنا بنشوف المآسي اللي موجودة، 41,000 شهيد في 11 شهر، إنما بالمقابل نشوف برضو إنه لا يأس ولا إحباط ولا انهيار إزاء هذه الكارثة، بل بطولة حقيقية. وشايفين معالم لهذه البطولة من إنه في فلسطينيين حول العالم بيكافحوا لإبقاء اسم الدولة واسم المجتمع واسم التاريخ واسم التراث واسم الحضارة الفلسطينية. مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية ومباريات فلسطين في تصفيات آسيا لكأس العالم مش مجرد كرة قدم، إنما قوة ناعمة فلسطينية وإظهار أن فلسطين كالدول الأخرى وستكون كذلك وربما أفضل. موقف مصر من هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة كما عبر عنه رئيس السيسي هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية. هذه الدولة عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وهذه الدولة تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. 2. فرنسا تعود من العلمانية إلى الكاثوليكية. فرنسا دولة علمانية، والبعض بيراها علمانية متطرفة منذ الثورة الفرنسية. دور الدين متراجع في الحياة العامة، دور الدين في المجتمع متراجع جدا، وفرنسا نموذج للدولة العلمانية التي يراها البعض متطرفة في العالم. لكن دلوقتي البعض بيشير إن في عودة إلى المسيحية في فرنسا وإحياء للكاثوليكية في فرنسا، والعودة تدريجيا إلى ما كان قبل الثورة الفرنسية، إن المسيحية مكون رئيسي من مكونات الدولة والمجتمع في فرنسا. 1979 أمريكا والغرب دعموا حركات الإسلام السياسي، لأنه حصل في ذلك العام إن الاتحاد السوفيتي احتل أو غزا أفغانستان، فتم دعم المجاهدين الأفغان، وهم فعلا كانوا بيكافحوا علشان تحرير بلدهم من الاتحاد السوفيتي، وكان جهاد حقيقي من أجل التخلص من الاستعمار. إنما تم استثمار ذلك إن يكون في إطار الحرب الباردة بين الغرب والشرق، وإن الرأسمالية الغربية تدعم هؤلاء المجاهدين من أجل إلحاق الهزيمة بالاشتراكية الشرقية، صراع الرأسمالية والاشتراكية، وتم استخدام الجماعات الدينية في هذا الإطار. أيضا في نفس العام سقط نظام الشاه، والغرب صفق لسقوط نظام الشاه ووصول آية الله الخميني إلى السلطة في طهران. بعد 10 سنين سقط سور برلين في ألمانيا، وبدأ تهاوي الكتلة الشرقية تدريجيا. إنما في نفس السنة أيضا 89 خرج الاتحاد السوفيتي مهزوما من أفغانستان، فاعتقد الغرب إن كده نجح في استغلال وتوجيه وتمويل الجماعات الدينية من أجل إسقاط وإضعاف الاشتراكية والاتحاد السوفيتي. لكن بعد شوية لقينا بعد سنوات في عام 2001 أحداث 11 سبتمبر، بدأ البعض ينتبه في الغرب إيه اللي حصل؟ إحنا كنا بندعمهم عشان الاتحاد السوفيتي، بنمولهم عشان يضربوا الاشتراكية، إزاي انقلب الأمر إلينا؟ إزاي الرئيس الأمريكي رونالد ريغان استقبل قبل كده المجاهدين الأفغان في البيت الأبيض؟ إزاي بعد كده يطلع تنظيم القاعدة من أفغانستان ويعمل أحداث 11 سبتمبر؟ وبدأت في أوروبا كمان تجيلها هجرة غير شرعية نتيجة إن في دول حصل فيها تطرف وإرهاب، وحصل فيها انهيار اقتصادي مع جفاف وتغير مناخ، فالناس راحت وهربت إلى أوروبا. فالأوروبيين لما لقوا إن في أحداث إرهابية بتحصل عندهم من ناس كانوا زمان بيدعموهم لأهداف، ولقوا كمان موجات هجرة رايحة من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، بدأت تطلع هناك موجات اليمين المتطرف.
وبدأ يمين متطرف يقول إن في استبدال عظيم، بمعنى هيستبدلونا، هيخشوا المسلمين يخلوا أوروبا قارة إسلامية، وإحنا هنطلع وهتبقى أوروبا قارة غير مسيحية وغير علمانية في المستقبل. وبدأ يحصل إحياء مسيحي موازي لهذه التيارات اليمينية المتطرفة. يبقى العلمانية المتطرفة اللي أبعدت الدين عن الحياة تماما في أوروبا رجعت تنكسر تدريجيا على أثر صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة وعلى أثر الهجرات الكبيرة إلى أوروبا. دولة زي فرنسا اللي هي ممنوع تدعم الكنيسة أو تمولها أو تقوم بأي نشاط ديني، بدأت فرنسا تقوم على إصلاح كنائس قديمة وعلى تطوير وترميم كنائس مهملة منذ مدة طويلة جدا. بدأت الناس في فرنسا تدريجيا يلبسوا في ألبستهم مظاهر دينية مسيحية، وده ما كانش معتاد في الماضي. بدأت المهرجانات والأعياد والمناسبات الدينية المسيحية تحظى باهتمام كبير داخل فرنسا. البعض بيقول في مقال في اندبندنت عربي إنه فرنسا بدأت تخرج تدريجيا من العلمانية المتطرفة أو العلمانية الأوروبية التي وضعت بعد الثورة الفرنسية 1789، ودلوقتي على أثر الجماعات الدينية المتشددة والهجرات اللي موجودة والمتطرف الصاعد، إن بدأت الكاثوليكية تعود من جديد أو تصعد من جديد في فرنسا. أخيرا البعض بيقول إن في خوف في المستقبل إنه حوار الأديان لا ينجح، وإن صراع الأديان ممكن يكون قادم، لأنه في تطرف ديني شديد جدا في إسرائيل، جماعات دينية متطرفة تعلن انتمائها للإسلام سواء في إفريقيا أو في آسيا، وأيضا صعود للأصولية الهندوسية، وكذلك العودة للمسيحية، وما نعرفش نتائجها قدام إذا كانت هتظل معتدلة أو لأ في أوروبا، وإن ممكن ده يقود في النهاية إلى حرب أديان. طبعا ده كلام بعيد، ونتمنى إنه لا يحدث، وإن يكون في حوار أديان، مش حوار أديان بيكون بين الأديان، مفيش دين بيحاور دين عشان يقتنع بهذا الدين وإلا هيسيب الدين اللي هو فيه، إنما حوار بين أتباع الأديان، إن أتباع هذا الدين يحترموا أتباع هذا الدين، لا يعتدوا على أتباع هذا الدين. هو حوار بين أتباع الأديان مش بين الأديان من الناحية العقائدية. العالم في كل الأحوال بيواجه حالة من احتمالات الصدام في المستقبل، ويحتاج العالم إلى حكمة حتى لا ينفلت الزمام. وفاصل ونكمل. ثلاثة، تغير المناخ أدى إلى انهيار أربع حضارات قديمة. الحضارات على مر التاريخ بعضها كان عرضة للانهيار مش نتيجة سوء الأداء البشري، وإنما نتيجة تغيرات في الطبيعة. طبعا بعضها نتيجة سوء الأداء البشري، إنما بعضها أيضا مش نتيجة ذلك، إنما نتيجة تغير المناخ. العالم مر بحسب مقال مهم على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي بسبع عصور جليدية، آخر عصر جليدي من 11,000 سنة. في حضارات نتيجة تغير المناخ اللي هو مستقر نسبيا في هذا الكوكب من 11,000 سنة، لكن أما يحصل موجات حادة من تغير المناخ ممكن المجتمع ينهار، بل ممكن حضارة كاملة تنهار. في أربع حضارات طبقا لهذا المقال انهارت نتيجة تغير المناخ. واحد، حضارة المايا اللي هي الحضارة الشهيرة جدا في أمريكا الجنوبية، حضارة ضخمة واخدة مساحة كبيرة من المكسيك، من هندوراس، من جواتيمالا، من دول أخرى في آسيا الوسطى، في أمريكا الوسطى. فهذه الحضارة الكبيرة في أمريكا الجنوبية اللي هي حضارة المايا مشيت بشكل ممتاز جدا ورائع، والسكان كانوا كتير، وبعد كده كان فيه مدن كبيرة، ممكن مدن مليونية في أمريكا الجنوبية. إنما بعد مئات السنين من نجاح حضارة المايا حصلت موجة من الجفاف، فالمية قلت،
الأمطار شحت فالزراعة فشلت وتربية المواشي كمان انهارت، وبالتالي معيشة الإنسان على حاجتين بالأساس، على الزراعة وتربية الماشية. فلما حصل انهيار ده نتيجة الجفاف انهارت حضارة المايا، وبعد كده جم الأسبان بعد اكتشاف الأمريكتين. يبقى إذن انهيار هذه الحضارة الكبيرة في أمريكا الجنوبية، حضارة المايا، كان نتيجة تغير المناخ. الحضارة الثانية في آسيا حضارة الخمير، احنا عارفين جماعة الخمير الحمر في كمبوديا. فالخمير اللي هم أصل السكان والحضارة والثقافة في هذا المكان، كمبوديا جزء من منطقة اسمها الهند الصينية، كمبوديا، لاوس، فيتنام، التلاتة بنسموا الهند الصينية. كمبوديا اللي يزورها يلاقي هناك معالم حضارية قديمة، لأن كان في حضارة الخمير اللي موجودة في كمبوديا. وبرضه مشيت حضارة كويسة جدا لمئات السنين، لها آثار قوية إلى الآن، لكن بعد كده برضه تغير المناخ، الجفاف وقلة الأمطار ورياح عاتية من كل اتجاهات غير مفيدة للحياة، وبالتالي برضو انهيار الزراعة وانهيار تربية الماشية. الحضارة الثالثة حضارة ما بين النهرين، حضارة الأكادية، دي برضو حضارة قديمة من 4000 سنة، وبرضو حضارة مميزة وناجحة جدا، ونفس الموضوع، تغير المناخ، الأمطار قلت، المياه العذبة مش موجودة، مياه الشرب مش كافية، الأراضي بقت قاحلة، الحيوانات اللي هي الماشية وغيرها بقتش لاقية تاكل، وبالتالي الناس مش قادرين يستعملوا الماشية أو يربوها. برضو طلعوا هجرات إلى مناطق أخرى، والمناطق دي لما راحوا يعني تكالبوا عليها فانهارت الموارد فيها، وبالتالي انتهت حضارة ما بين النهرين أو الحضارة الأكادية. في كمان حضارة الفايكنج اللي هي أصل حضارة أوروبا حسب بعض المؤرخين، دي في منطقة اسمها جرينلاند، الشمال خالص عند المحيط الأطلنطي، أقصى الشمال الأطلسي. جرينلاند الناس كانت عايشة فيها لمدة طويلة وعاملين حياة كويسة جدا، وبرضو عندهم زراعة وعندهم تربية ماشية، وفجأة درجة الحرارة انخفض بشكل حاد جدا، فالناس بدأوا يموتوا، مع ان هم مش كتير لكن بدأوا يموتوا من البرد، والماشية برضو تموت من البرد، والزراعة خلاص لأن في درجة حرارة لازم تكون مناسبة للزراعة. فلما حصل الانهيار ده أكلوا سمك فترة، بعد شوية برضو الأمور ما نفعتش، سابوا جرينلاند كلها ومشيوا على أوروبا. دول 4 حضارات من المايا، الفايكنج اللي بين النهرين، للخمير في كمبوديا، انهاروا نتيجة سبب واحد، تغير المناخ. حضارتنا الحالية منذ الثورة الصناعية مهددة أيضا، عندنا قدرة عشان احنا متقدمين ننقذ هذه الحضارة، إنما لو ما أقذناهاش هتبقى الحضارة الخامسة اللي ممكن تكون يعني آخر الحضارات، وهذا الكوكب يغلق أبوابه لا قدر الله. ليحفظ الله عالمنا. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.